السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقاء وشركاء ومتابعين قناة الحكايات والاستشارات القانونية، أهلا وسهلا بكم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم النهاردة في حكاية من حكاياتنا، لكن حكايتنا النهاردة هي توضيح، لأن جاني أكتر من سؤال خاص بالقرار اللي هو صدر الأسبوع اللي فات بتاع مجلس الوزراء، والخاص بتأجيل أو إعطاء مهلة أخيرة للعمل بقانون التصالح لغاية شهر 3. كل الأسئلة كانت بتتكلم على النسب اللي هي مطلوب دفعها في جديد التصالح. شوف يا أخوانا، القانون عامة ده هيكون آخر مهلة في مده، يعني مجلس الوزراء مش هيقدر يعدل تاني في القانون، لأن القانون قال إن هو الفترة الزمنية بتاعته عشان يتنفذ ويخلص 6 شهور. بعد 6 شهور هيبقى محتاج تدخل تشريعي، وبعد التدخل التشريعي في قصة تانية هنحكيها نبذة صغيرة كده، بس عايز أوضح بس الأول. القرار لما صدر غير نسب المطلوبة بتاعة التصالح، كان بيدفع جدي التصالح 25%، الكلام ده اتلغى وهيبقى من النهاردة، يعني من النهاردة من تاريخ صدور القرار اللي هو هيسدد جدي التصالح في شهر 1 هيدفع 30% من قيمة المخالفة، شهر 2 هيدفع 35% من قيمة المخالفة، شهر 3 اللي هو آخر شهر هيدفع 40% من قيمة المخالفة اللي هي جدية التصالح. المهم مش ده المهم، المهم إن بعد شهر 3، بعد شهر 3 اللي ما يلحقش نفسه ويتصالح على المخالفات اللي عنده، للأسف هيتم تطبيق القانون 119 لسنة 2008، اللي هو، وأنا متأسف وأنا بقول الكلام ده، هيبقى فيه إزالة فورية للوحدة المخالفة. فانت الحق نفسك، احنا انت قدامك مهله دلوقتي 3 شهور، خلص نفسك، قدم على جديه تصالح، اعمل اي اجراء، المهم يجي شهر 3 تكون انت وضعك قانوني او قابل ان هو يتعدل قانون، لان بعد كده هيبقى فيه تعديل تشريعي وهنخش في قصص تانية عشان نتلاشى موضوع الازالات والكلام ده كله. ففضلا وليس امرا، يا ريت اللي ما تقدمش للتصالح في الفتره دي يتقدم، لأن دي فرصة. خلاص الحكومة كانت بتمد المهلة شهر بشهر، آخر مهلة للمد اللي هم قالك آخره هيبقى شهر 3، يعني مفيش مد تاني. يعني القانون رقم 1 لسنة 2020 على تعديلات قانون رقم 17 لسنة 2019 آخره رئيس مجلس الوزراء ولا الحكومة ولا أي حد يقدر ياخد قرار، لأن خلاص مجلس النواب هيكون منعقد وهيبقى فيه مشروع بقانون او اقتراح بقانون او الكلام ده كله، هيبقى اي قرار هيصدر لازم يكون متوافق عليه مجلس الشعب. فنحاول نخلص موضوع التصالح عشان ما نخش في المشاكل بتاعة الازالات والكلام ده كله. انا بس حبيت اوضح النقطة دي، لان ناس كتير عندها لبس في قصة النسب 25 وال30 وال40، هي مش هتفرق بقى كده كده اللي هيدفع، يعني من جملة التصالح، يعني من جملة المخالفات اللي عليك. وبعدين عشان نخش في مرحلة الاشتراطات الجديدة ويتم تطبيق اشتراطات جديدة والدنيا تفتح والمباني تفتح. مش عايز اطول عليكم في الحكاية، عشان هو بس كانت التوضيح ان انت لو ما تصالحتش هتعمل هيتم ايه، لو ما تصالحتش هتتم ايه. دي فرصة الحكومة منحتها، فدلوقتي عايزين نلحق الفرصة ما تعديش. وفي نهاية الحكاية، دمتم في رعاية الله وأمنه، وما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة ياريت يدعمنا معنويا بالاشتراك في القناة. احنا قناتنا قناة عمال اقولها وبكررها، قناة لا تهدف للربح، احنا يعني زي ما طلعت كده انا بوضح لبس معين، بوضح فكرة معينة، بوضح قرار معين، ممكن اي واحد عادي ياخد مننا معلومه يبدا يعمل بيها اجراء، ما يكونش محتاج لو ما عندوش مقدره ماليه انه يروح مكتب المحامي ولا غيره، فممكن يعملها، واحنا تحت امركم. وفي اي استشاره، في اي سؤال قانوني، في اي سؤال يتعلق بمخالفات المباني او اي فرع
من فروع القانون، احنا حاضرين وتحت امركم بنرد عليكم في الحال، ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.